Так и хочется спросить, зачем? Зачем все это? Ради чего? Ну ладно, не хотите видеть в нашем лице друга и союзника, но зачем же делать из нас врага? شبح أسود يطوف فوق سماء العالم واسمه أمريكا. بوتين قالها أخيرا وبعد إنذارات عديدة وجهها لبايدن. أمريكا أصبحت رسميا طرفا في الحرب الروسية الأوكرانية. ضربة كوريا الشمالية لليابان لم تمر مرور الكرام، والنفط الأمريكي أشعله بن سلمان، وأحلام الانتخابات تتبخر في الهواء. أوكرانيا تستجدي الكرم الأمريكي، وبوتين لن يسكت على الإطلاق. أعلنها بوتين، فهل يرد بايدن؟ نعتبر أمريكا اليوم فعليا طرفا في الصراع الروسي الأوكراني، فقد قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف أن قرار واشنطن بمواصلة إمداد كييف بالأسلحة يؤكد وضعها كطرف في الصراع، وهذا ما كان يردده بوتين كثيرا في الآونة الأخيرة. إن بقيت أمريكا على موقفها الداعم لأوكرانيا فهي حتما عدوا وعلينا مواجهته. وإن قرار إدارة بايدن بمواصلة رفض أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة جعل من واشنطن لاعبا أساسيا في الصراع، ويعتبر ذلك تهديدا مباشرا للمصالح الاستراتيجية للأم روسيا. لن يؤدي توريد المنتجات العسكرية من جانب الولايات المتحدة والحلفاء إلا إلى إراقة الدماء لفترة مطولة وخسائر جديدة، بل وسيزيد أيضا من خطر اندلاع صدام عسكري مباشر بين روسيا والدول الغربية. دعا أنتونوف من مكانه واشنطن إلى وقف أعمالها الاستفزازية التي قد تؤدي إلى أخطر العواقب. وكان نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وانتشار النووي في الخارجة الروسية كونستانتين فوروستوف قد أكد في وقت سابق أن إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا يدفع نحو صراع مباشر بين روسيا وحلف الناتو، إلا أن كل تلك التهديدات لم تمنع أمريكا من تخصيص حزمة جديدة من المساعدات بقيمة 625 مليون دولار. الضربة كوريا والرد أمريكي. كوريا الشمالية تطلق صواريخها باتجاه اليابان، فمن يرد؟ بالطبع تطوعت واشنطن بالرد مشاركة مع كوريا الجنوبية، فلا بد لأمريكا أن تترك بصمتها في كل ملف في العالم، ولهذا قامت بإطلاق الصواريخ البالستية. سيول بمشاركة واشنطن مارست هوايتها المفضلة بإطلاق حزمة من الصواريخ في البحر لترد بذلك على كوريا الجنوبية، ويحظى اختبار بيونغ يانغ الأطول مدى حتى الآن بالاستنكار الدولي. أما هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية فقد صرحت بأن القوات المشتركة الجنوبية والأمريكية أجرت تدريبات صاروخية خاصة بها في محاولة لإظهار عمليتها كتهديد مبطن للشمالية. وصدر بيان مشترك بأن كل جانب أطلق زوجا من صواريخ أتاكيمز البالستية أمريكية الصنع. أما صاروخ هيونمو الكوري الجنوبي فقد سقط بعد قليل من إطلاقه وتحطم دون أن يتسبب في وقوع إصابات. وما أن أطلق الرئيس الكوري الشمالي المجنون صواريخه حتى بدأت الأصوات تعلو وتندد. جو بايدن وفوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني نددا بتجربة كوريا الشمالية ووصفوها بأسوأ العبارات. أما الناتو فاعتبرها عمل طائش واستفزازي متعمد. أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة شجب عملية الإطلاق وقال أنها تنتهك قرارات مجلس الأمن.
واشنطن تطالب من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع بشأن كوريا الشمالية، ولكن دبلوماسيين قالوا أن الصين وروسيا تعارضان إجراء مناقشة عامة في القضية، وهذا ما يعني استخدام حق النقض الفيتو. أوبك ليست منظمة سياسية. قرار خطير اتخذته منظمة أوبك بلس بخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل في اليوم، وبعد أن وافقت دول تحالف أوبك الذي يضم دولا منظمة لتصدير البترول ومنتجين من خارجها بينهم روسيا على قرار بذلك الخفض الكبير في الإنتاج. اتخذ جو بايدن هذا التصرف ذريعة لاتخاذ مواقف عدائية، وصرح البيت الأبيض الأمريكي أن أوبك بلس تقف إلى جانب روسيا، وأن الرئيس بايدن يشعر بخيبة أمل من القرار قصير النظر. وقد أمر بايدن بخفض احتياطي النفط الأمريكي الاستراتيجي وطرح 10 ملايين برميل في السوق في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار، مشيرا بأصابع الاتهام للرياض، والتي كان ردها مع أعضاء آخرون في التحالف أنهم يسعون لمنع التقلبات وليس استهداف سعر معين للنفط. السعودية لم تستنكر تصرفات موسكو، وجعلت العلاقات متوترة بين المملكة وإدارة بايدن الذي زار الرياض هذا العام، ولكنه فشل في الحصول على أي التزامات تؤكد التعاون في مجال الطاقة. الوعد الأمريكي: لن نتخلى عنكم. مجددا يصدر البيت الأبيض تصريحات مستفزة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مفادها أن جو بايدن أبلغ فلاديمير زيلينسكي بأن واشنطن ستزود كييف بمساعدات تشمل صواريخ هيمارس. وقال البيت الأبيض في بيان أن بايدن أكد أن واشنطن لن تعترف أبدا بضم روسيا لأراض أوكرانية. فهل نرى مجددا حربا تقوم على رؤوس الجميع، أم ستكون أمريكا هي الراعي الرسمي لها؟